الاثنين 13 مايو 2019 في عرب وود الليلة. انتظر المغني الفرنسي مارك لفوان في مهرجانات جبيل الدولية في لبنان. ني pour se prendre par la main ني pour se soulever du sol. فنانون يغيرون جلدهم في شهر رمضان. وحشتوني يا اولاد الايه. امل بشوشه في انتظار دولار بعد رمضان. دولار هو فريد من نوعه جديد كمضمون. احلام تفتح الباب امام غناء تترات مسلسلات رمضان. والله كثير كل الفنانين بحبهم. مسلسلات تتصدر الترند في رمضان. ربنا خليك لينا باشا ودايما في ظهرنا جوه الشغل وبره الشغل. لبلبه متهمه بسبب نبيل عبيد. نبيل عبيد صديقة وست فنانة. أهلا بكم مرة تانية، أنا جوري بكر. وأنا خليل جمال. الصيف على الأبواب وأهل لبنان على موعد سنوي مع المهرجانات الفنية الصيفية المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، واللي بيحقيق أهم نجوم لبنان والعالم العربي، وكمان بيشارك فيها نجوم كبار بتشارك من مختلف أنحاء العالم. وطبعا مهرجانات جبيل من أبرز المهرجانات الفنية في لبنان، واللي أعلن عن جدول الحفلات في مؤتمر صحفي تواجد فيه زميلنا راغب حلاوي ونقل لنا الجديد السنة دي وأبرز النجوم المشاركين. بسبع حفلات منوعة أعلنت مهرجانات بيبلوس الدولية بالمؤتمر الصحفي عن برنامجها لمهرجانات صيف 2019. البروغرام مثل العادة، في بروغرام انترناسيونال خمس برامج وفي بروغرام لبناني اثنين، ومتأملين أنه يكون عندنا جمهور مثل العادة، يعني ما بيكسفنا الجمهور، جمهور اللبناني، وهالسنة موعودين يكون عندنا جمهور عربي كمان. والبداية رح تكون قوية بالافتتاح مع المغني الفرنسي مارك لافوان. ني pour se prendre par la main ني pour se soulever du sol devenu trop lourd le chagrin. وبكلمات أغنيته الرومانسية وموسيقته العذبة سطع نجم مارك لافوان أوائل الثمانينات وتحول بمرور الوقت إلى جزء من كلاسيكيات الأغنية الفرنسية. وتاني الحفلات رح تكون مع فرقة الروك الموسيقية البريطانية كوين سيمفونيك. أما عربياً فالليلة الثالثة بيحييها ملحم زين مع عازف العود والموسيقار شرب الرحانة بحفل مشترك. وبيميز مهرجانات بيبلوس تنوع لياليها، وهيدي من أبرز العناصر يلي بتجذب الناس إلو. بيعرفوا جمهورهم وبيعملوا الموازنة تبعيتهم وبيعرفوا كيف يستقطبوا اللبنانيين والأجانب، لأنه مش بس عبارة عن حفلات طربية أو حفلات فنية، ولكن في عدة نشاطات بتواكب المهرجان وبتمتد على كل أشهر الصيف، وهيدا علامة من علامات النجاح. بيحتفل بعيد ميلاده 33 حيث ولد بلندن، وبدأ مسيرته الفنية بعمر كتير صغير، فاشتغل كموديل بعمر 12 سنة، وبعمر 19 انطلق إلى عالم السينما بفيلم هاري بوتر and the Goblet of Fire، وحقق نجاح كبير كأغلب يلي شاركوا بسلسلة أفلام هاري بوتر. وبال 2008 اجته فرصة العمر من خلال شخصية إدوارد كولن يلي قدمها على مدار أجزاء الفيلم الشهير إلى جانب كريستين ستيوارت وتايلور لاتنر. ومن وقتها أصبح روبرت معشوق المراهقين، ودايما كان متصدر لوائح أهم المجلات الخاصة بأكثر رجال العالم والسمي. Say it out loud. Say it. Vampire.
Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. It doesn't my world. وهذا اللي أزهر روبرت وقتها صرح بوقتها بأنه ما شعر أبداً بأنه وسيم طوال حياته، حيث أنه كان بيشبه شباب العصابات بمرحلة طفولته. وإلى جانب توايلايت قدم العديد من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزهم Remember Me, Water for Elephants ويلي تعاون فيه مع ريز ويذرسبون، بالإضافة إلى The Lost City of Z يلي حكي السيرة الذاتية الخاصة بعالم الأثار بيرسي فاوسيت. I can no longer bear the cost. You've come to doubt its existence. No, I only doubt that Z to provide all the answers you seek from it. وعلى الصعيد العاطفي ارتبط بالعديد من الفتيات، أبرزهم كريستن ستيوارت يلي ارتبط فيها وقت تصويرهم توايلايت، ولكنهم انفصلوا بعام 2013 من بعد خيانتها مع المخرج روبرت ساندرز يلي أخرج فيلم سنو وايت and the Huntsman. Bring me your heart, my dear, dear Snow White. كما قام بخطبة FKA Twigs، ولكنهم انفصلوا من بعد فترة مش طويلة، ومن بعد ارتبط بسوكي ووتر هاوس لغاية هلا، وعلاقتهم ما زالت على ما يرام. كل فنان بيسعى لتقديم أدوار فنية جديدة لإرضاء جمهوره كل سنة، وده عشان يبعد عن تكرار الأدوار خوفا من مقولة إنه أفلس فنيا، وكمان لضمان تحقيقه أعلى نسب مشاهدة وعدم ملل الجمهور منه. والموسم ده سعى عدد من النجوم لتغيير جلدهم من خلال تقديم أدوار للمرة الأولى، فمين هم يا ترى؟ بتنافس الفنانة غادة عبد الرازق هذا الموسم بمسلسل حدوتة مرة، وبتجسد دور فلاحة للمرة الأولى بالزي الفلاحي وبدون مكياج، وبتضطر لترك الريف والذهاب للحضر للعمل كخادمة في منزل أحد الأثرياء، وبيشارك في بطولة المسلسل محمد شاهين والذي يلعب دور زوجها. اوعي تصلحي غلط بغلط، سامعة؟ أما مي عز الدين فقررت إنها تنافس من خلال شخصيتين من مسلسل البرنسيسة بيز، وبتجسد دور طبالة شعبية بترث إحدى المدارس وتقرر أن تديرها، كما تجسد أيضا دور الجدة. جدتك دي معلش وحشتوني يا أولاد الإيه؟ كما تشارك إيمي سمير غانم بشخصية جديدة من خلال مسلسل سوبر ميرو، وبتتحول لبطلة خارقة عن الطبيعة. خضعت إيمي بسبب الدور لتدريبات قاسية على فنون النينجا، واستعانت بمؤثرات خاصة لتستطيع الطيران مع أسلحة حديثة لمواجهة العصابات، وبيشاركها في بطولة المسلسل والدها سمير غانم وحمدي المرغني. تقدري ترجع أميرة بتاعت زمان، أميرة البطلة اللي كانت بتساعد الناس. هتخليني بطلة خارقة؟ أما ياسمين عبد العزيز بمسلسل لآخر نفس، بتبتعد عن الكوميديا هذا العام على غير عادتها، وبتظهر بشكل درامي من خلال شخصية مهندسة متزوجة من ضابط شرطة بيتم قتله في ظروف غامضة، وطوال الأحداث بتتعرض لكتير من المشاكل، وبيشاركها في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب. أنا ما أعرفش أي حاجة عن شغل حازم. أنتوا مين؟ أيضا بينافس عدد من الفنانين الرجال على تقديم أدوار مختلفة في رمضان، وأبرزهم ياسر جلال والذي اختار شخصية المصارع في مسلسل لمسة أكتاف، وبيتعرض لكتير من الصعوبات، وبيشاركوا في البطولة فتحي عبد الوهاب. انت بعت نفسك للشيطان، والبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. بالإضافة لمحمد عادل إمام الذي ينافس بمسلسل هوجن، فهو بطل خارق وظهر في البرومو وهو بيسحب سيارات بيده دون أن يساعده أي شخص، وبيشاركه في بطولة المسلسل صلاح عبد الله. فيه قوة ألف راجل. وكذلك محمد رجب بيظهر بدور مختلف في مسلسل علامة استفهام، وبيجسد دور عازف ساكسفون، وخلال الأحداث بيتهم بجريمة قتل وبيدخل على أثرها بمستشفى الأمراض النفسية، وبيشاركوا في بطولة المسلسل هيثم أحمد زكي.
لا يزال في عربود الليلة. أسباب انفصال كيت بيكنسل وبيت ديفنس. عمرو دياب في صدارة الإعلانات في رمضان. أوقات تاخدنا الدنيا تسرق وقتنا، وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، نستنى صدفة ومناسبة تضمنا. زي ما توقع الكثير انه مش هتستمر العلاقه طويلا بين الثنائي كيت بيكنسل وبيت ديفنسون، فايه هي اسباب الانفصال؟ اكدت مصادر انه الثنائي كيت بيكنسل وبيت ديفنسون ما زالوا على اتصال وبخططوا للبقاء كاصدقاء، وذلك من بعد علاقه حب استمرت حوالي 4 أشهر بس. Oh, by the way, you haven't even begun to see me trying to kill you. وذكرت مصادر انه كيت قررت انه ينفصلوا من بعد انزعاجها من الاهتمام مبالغ فيه من الصحافه والباباراتزي بعلاقتهم، وذلك مش بس بسبب فرق العمر الكبير بيناتهم، ولكن بسبب انه بيت دائما بيفصح عن مشاعره بالعلن. It's hard to transition into anything. I don't know if you noticed anything about my comedy, but there's not many transitions. كما أنه كيت اعترفت من قبل أنها ما عم بتواعد شخص بيتصرف بطفولية هيك من قبل، وأنها إذا ما كانت معجبة فيه كانت ما رح تكمل بهالعلاقة، رغم أنه بيت دافع عن فرق العمر بيناتهم وبرر أنه هناك الكثير من المشاهير بيوعدوا أشخاص أصغر منهم بالعمر. ومن الجدير بالذكر أنه بيت منه أول شاب صغير بالعمر بتواعده كيت، حيث ارتبطت بال2017 بالكوميديان مات رايف يلي بيبلغ من العمر 23 سنة لمدة عام، ثم تركته أيضا. وبلقاء لمات مع TMZ قبل شهرين ذكر أنه علاقته بكيت كانت معقدة، كما أنه حذر بيت منها ونصحه أنه يهرب منها. We dated for a year. Okay. And it was complicated. ويا ترى مين هو الكوميديان العشريني يلي رح تواعده كيت بيكنسيل بالفترة القادمة؟ أمل بشوشة خارج السباق رمضان السنة دي، ومن الواضح كده إنها زي ما قالت لعرب وود إنها تتفرغ هذا العام لمتابعة زملائها اللي عندهم مسلسلات زي سيرين عبد النور وتايم حسن وغيرهم. بس هي خليل مراهنة بعد شهر رمضان إن مسلسلها دولار اللي خلصت تصويره من فترة مع عادل كرم إن الناس كلها هتحبه، وده هيعوض غيابها في رمضان. دولار هو اللي رح نشوفه قريبا كمان من بعد شهر رمضان. شو بتتوقع لهذا العمل اللي بعرف انك اشتغلتيه من قلبي؟ الحقيقة اشتغلته من قلبي، بتمنى له. هلا التوقعات ما فينا نعلي سقف التوقعات لانه هذه مش سي با ان شونس اكزاكت، يعني ما بتعرف، هو الجمهور ومزاجه. بس اللي بقدر اقوله انه دولار هو فريد من نوعه وجديد كمضمون. فكرة بالاساس فكرتي، انت بتعرف هذا الشيء كثير منيح. الفكرة إلك بس الدولار لإلي. لفتني تصريح عن إنه زهقت من السؤال عن تايم حسن، يعني عن العمل اللي جمعك فيه من سنوات. لا، مش زهقت من السؤال عن إنه هو كشخص، عن مضمون السؤال. يعني صارت كثير القصة وجاوبنا وحكينا بالموضوع. بالنهاية هذا شغل، ومثل ما انا اشتغلت مع كثير ممثلين من بعد مسلسل الاخوه، هو بالتاكيد اشتغل مع كثير ممثلات، وهذا شغل يعني بالنهايه. بس نخلص شغلنا كل واحد يروح على بيته ونضلنا زملاء من بيت لبيت. حكي كله على سرميتي، وانت اذا مفكر حالك بدك تطلعني او تزحزحني من هون، تفضل بقى فرجيني عضلاتك. حبيت ازمه ثقه بين سيرين وتايم؟ كثير حبيت، كثير، وان شاء الله يا رب التوفيق للجزء الثالث للهيبه. بمجرد ما سالنا امل بشوشه عن مسلسل الهيبه، ظهر امامها سامر برقاوي مخرج المسلسل. عمره طويل الاستاذ سامر برقاوي. قال له الف مبروك. كنت شو كنت عم اقول هلا، وان شاء الله بالتوفيق. هناني بالكليب كانت امل، فشكرا من القلب. ما في حدا قادر يقشع الماء.
مشاعر قبل ما يأمن ويحب. من اسمها في نصيب بشاشة وطاقة، وأول أعمالنا كانت موفقة، سعيد تأخرت والقادم أحسن. أمل بيجمعكم، بدك تطلع أمل كمان بصورة جديدة. دائما يعني مسؤوليتي تجاهها لأمل إنه أقدمها بشكل مختلف، هيك دائما براهن عاد الشيء، وهي عندها ثقة إن شاء الله. أنباء كتير ترددت مؤخراً عن وجود خلاف بين أمل بشوشة والفنان السوري باسم ياخور بعد قيامه بإلغاء متابعته لها على إنستغرام بالخطأ. روك الصلح. نحن بحياتنا ما تخنقنا لنتصالح على فكرة. هو بيعرف معزته بقلبي قديش، هو بيعرف قديش بحبه من أول. بيعملوها زعلة على أساس إنه عملوا سكوب إنه صار في صلحة بعدين. طلعي عن النصرة. بس في لقائنا معهم ما كانش واضح إن في أي خلاف بينهم. ما بتخيل قديش عندها صفحات معجبين وكلهم مئات آلاف. ما عاد نعرف الصح من الغلط، وأنا عملت بالغلط هذا الموضوع، وأنا يعني مني أكيد غشيم لحتى أقول والله عملت لي أنفولو. مرتي لامتني على القصة، أنا عاد صار عندي التباس بالموضوع وبعدت لها فوراً اعتذار. أنا كتير بحبه، هو بيعرف، والشغل معه ممتع جداً، وهو صديق عزيز وغالي كتير على قلبي، وهو بيعرف أنه لو الصدقات، والله العظيم لو الصدقات يعني تبدأ أو بتخلص بالفولو والأنفولو، فعلى الدنيا السلام. كل عام وأنت بألف خير يا صديقي الصدوق. نزوب حبيبة قلبي أمور. صدرت مادونا غلاف النسخة البريطانية من مجلة فوغ لشهر يونيو، وذلك قبل طرح ألبومها الرابع عشر مادام اكس ب 14 من يونيو، وتعتبر هيدي المرة الثانية يلي بتظهر فيها مادونا على أغلفة بريتش فوغ. واختارت مادونا المصورين الخاص بالعدد ماسا ماركوس، واستوحوا السيشن من الريادة النسائية اللي حدثت بمنتصف القرن الماضي، لذا سيطرت أجواء الايتيز على كل تفاصيل السيشن، وظهرت جميع الفوتوز بالبلاك اند وايت، فيما حضرت أجواء الايتيز بقوة على الميك اب يلي ظهرت فيه ويلي قامت إيسا مايا فرنش بتطبيقه، وهي الميك اب ارتست الخاصة بريانا وكندل جينر، وقام بتصفيف شعرها اندي لوكون. The inspiration for this editorial for British Vogue was to sort of do a tribute to a number of women who inspired me when I was growing up. وظهرت مادونا خلال فوتو سيشن بأربع أطلالات كلاسيكية مختلفة، كلهم تحت إشراف ستايلست بنجامين برونو. فتألقت على الغلاف بفستان أسود من مايكل كورس، فيما جاءت أطلالتها الثانية بشميز رجالي من جورجو أرماني وبنطلون ملويبي، فيما ارتدت ايضا شميز من لوي فيتون وبانتس من فندي. I need my hat. Okay, let's go. ونشرت عدة صور من السيشن الخاص بالعدد عبر حسابها بإنستغرام، وعلقت على صورة منهم مادام اكس is a writer، فيما علقت على الاخرى مادام اكس loves to eat pasta، وحققت الصور حوالي نص مليون لايكس. Sipping my pain just like champagne. أما أبرز تصريحات مادونا يلي صرحت فيها خلال حوارها مع بريتش فوغ، وأكدت مادونا أنها بتعاني من التنمر والعنصرية من طفولتها، حيث قالت دايماً كان بحاول الناس إسكاتي، إن كان أني ماني جميلة بما يكفي، أو لأني ما بغني بشكل جيد، أو لأنه علاقاتي ما بتستمر لفترة طويلة. أما هلأ فالجميع بحاول إسكاتي لكوني بلغت 60 من عمري، وكأنه حياتي لازم أنه تنتهي هلأ، وهالشي بخليني حارب طوال الوقت. أما عن أكثر الأشياء يلي ندمت عليها خلال تربيتها لأبنائها الستة، فصرحت أنها أخطأت وقت أعطت موبايل فونز لأطفالها وقت كانوا بعمر 13 سنة، بهيك بتكون أنهت علاقتها معهم بالفعل، مش بشكل كلي، ولكن الهواتف أصبحت بتمثل جزء كبير من حياتهم.
وتحدثت للمرة الأولى عن علاقتها بليدي غاغا يلي تصالحت معها من بعد حفل الأوسكار، حيث قالت: لم أكن ولا سأكون أنا وغاغا أعداء أبداً. بعد الفاصل شيرين عبد الوهاب تشجع أحلام على الغناء باللهجة اللبنانية. هغني لبناني وهغني مصري قريب. بورصة أجور المطربين في إعلانات رمضان. لبلبة تواجه رسالة لعادل إمام. ما فيش غير عادل إمام واحد بس، عادل إمام شديد التميز. رايان رينولدز يتصدر قائمة فارايتي للنجوم لأعلى أجراً في 2019. غاب عدد كبير من المطربين عن تقديم أغاني خاصة في الموسم الرمضان الحالي، وعوضوا الغياب ده من خلال مشاركتهم في الإعلانات اللي بتتعرض في رمضان، واللي طبعاً رفعت أجور البعض وخلت المنافسة كبيرة بينهم. شارك عمرو دياب بإعلان لإحدى شركات الاتصالات وحقق المركز الأول في عدد المشاهدات على موقع اليوتيوب، وتقاضى عمرو 22 مليون جنيه كأجر، واعتمدت فكرة الإعلان على استعراض النجاحات وذكريات الطفولة في قريته منيا القمح بالشرقية، كما حرص عمرو على الظهور مع أبناء عمه وأصدقائه الأصليين في الإعلان. لو اتخذنا الدنيا تسرق وقتنا، وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا، استنى صدفة ومناسبة تضمنا. الإعلان أعاد إلى الأذهان الفكرة اللي قدمها محمد منير في إعلانه عام 2012 لشركة الاتصالات نفسها اللي بيتعاون معها عمرو دياب. للمفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود موجود. أيضاً وجه انتقاد لمخرج الإعلان واتهم بسرقته من إعلان آخر قدم من سنوات للمطرب البريطاني إلتون جون، وظهر بنفس الفكرة تقريباً. وأيضاً بينافس تامر حسني ونانسي عجرم بإعلان لشركة اتصالات تانية، وسيطرت روح البهجة والسرور على الإعلان، وخاصة بعد تقديم تامر ونانسي لدويتو غنائي. شوف إزاي حاجات بسيطة تفرق، إزاي ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة. واحنا هنفضل نغني هنا ولا ايه؟ يلا. وتقاضت نانسي 6 مليون، اما تامر فحصل على 3 مليون ونص مقابل تقديمهم للإعلان. الجمهور مشاهدة نانسي عجرم وتامر حسني معا من جديد، وخاصة بعد تواجدهم في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids، واستطاع الإعلان أن يحقق نسب مشاهدة على يوتيوب. أنا جيت أبارك وأهني مولود جديد منور مبروك، قمر لمامته طالع لخالته، اوعى يا وقت تطلع لأبوك. أما شركة الاتصالات الثالثة فاختارت فنانين وليس مطربين لتقديم إعلانهم، واختارت محمد رمضان وفان دام، وتقدم محمد رمضان 7 مليون، أما فان دام فحصل على 12 مليون. واعتمدت فكرة الإعلان على التحدي بين رمضان وفان دام بتبادل الملابس في أكثر من مشهد، حيث يرتدي رمضان ملابس رعاة البقر بينما يرتدي فان دام الملابس الصعيدية، ويتبادلان اللكمات بشكل كوميدي. أجري. تفاعلت أحلام مع مسلسلات رمضان، وكان لافت تهنئتها لسيرين عبد النور بمشاركتها في مسلسل الهيبة،
واللي اسعد سيرين جدا وردت عليها شاكره عبر تويتر. وفي نفس الوقت اعلنت احلام من خلال لقاء خاص اجريناه معاها في ابو ظبي انها مستعده لغناء تترات مسلسلات رمضان، خصوصا ان في نجمات كتير بتحبهم وفي مقدمتهم سيرين عبد النور. مش بس كده، واضح جدا ان احلام الفتره اللي جايه ممكن تفاجئنا باغنيات بلهجات غير الخليجيه، وده بعد ما فتحت شيرين عبد الوهاب شهيتها للغناء باللهجه اللبنانيه اللي نجحت فيها شيرين من خلال اغنيه يا بتفكر يا بتحس من خلال مسلسل 5.5. انا يا صاحبي كافي تعب دمعي من الحدر. احلام من اكثر الفنانات يلي ساندوا شيرين بازمتها الاخيره وتوسطت بينها وبين نقيب الموسيقيين هاني شاكر لحل الازمه، الى انه ترددت بعض الاخبار بانه رفض هالواسطه. لا هو ما رفض، حرام هو ما رفض، بس صدقني هي شيرين طيبه ما تقصد، يعني هي يمكن هي ترى انا فهمت، يعني يمكن انا الوحيده يمكن او يمكن في كذا واحده او كذا حد فهم قصد شيرين. هي تتكلم عن نفسها لان هي تعرضت لكذا مره انه يرفعون عليها قضيه وكانت حتحبس، بالكلام ده معروف، بس هي ما تقصد الشعب، هي تقصد نفسها، تتكلم عن عمرها. انا مع الحلوه الجميله هذه. احنا نتعلم حب مصر من الفنانين ومن شيرين. شيرين غنت ما شربتش من نيلها، من احلى الاغاني اللي احنا كلنا حافظينها لها. يعني عم جرب حب ووقف انا عم جرب. وما انتهى دعم احلام لحد هون، وكشفت لنا عن اعجابها باغنيه شيرين الاخيره يا بتفكر يا بتحس. عجبني كمان الثيمة اللي صورت فيها وطريقة تصوير الأغنية ونادين نسيب وفكرتها كانت حلوة. ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شيء. وفاجأتنا أحلام بأنها حتاخد نفس الخطوة اللي أخدتها شيرين وتغني بأكثر من لهجة. هغني لبناني وهغني مصري قريب أو مغربي. وواضح أنها عم بتفكر تخوض تجربة غناء تترات المسلسلات، وأكيد لما تختار أحلام تغني تيتر مش حيكون لأي حدا. والله كثير، كل الفنانين بحبهم، غادة عبد الرازق بموت فيها، نادين نسيب نجيم بموت فيها، سيرين عبد النور بحبها، من مصر كمان إلهام شاهين، كل فنانين مصر عظيمات. كشفت مجلة فرايتي عن قائمتها لأجور النجوم في هوليوود لعام 2019، فما هي أبرز الأسماء في هذه القائمة؟ ضمت القائمة مارجو روبي يلي تقاضت أجر بتراوح بين 9 إلى 10 مليون دولار عن دورها بفيلم Birds of Prey من إنتاج Warner Brother يلي بتجسد فيه شخصية هارلي كوين، ورح يطرح الفيلم بدور العرض ب 7 فبراير 2020. وتساوى براد بيت وليوناردو دي كابريو بالإضافة إلى غال غادوت بالأجر، حيث تقاضى كل منهم 10 مليون دولار. براد بيت وليوناردو دي كابريو عن دورهم بالفيلم المنتظر Once Upon a Time in Hollywood من إخراج كوينتين تارنتينو وإنتاج سوني يلي رح يطرح ب 26 يوليو القادم. أما غال غادوت عن تجسيدها لشخصية وندر وومن للمرة الثانية بفيلم Wonder Woman 1984 والمنتظر طرحه بدور العرض ب 5 يونيو 2020 من إنتاج Warner Brothers. فيما تقاضت أميلي بلانت أجر بيتراوح ما بين 12 إلى 13 مليون دولار عن دورة بالجزء الثاني من فيلم A Quiet Place من إنتاج Paramount ويلي رح يطرح ب 15 مايو من العام القادم. بينما حصل توم كروز على أجر بيتراوح بين 12 إلى 14 مليون دولار من شركة باراماونت مقابل تقديمه لشخصية مافريك للمرة الثانية بفيلم توب غان مافريك، ورح يطرح الفيلم بدور العرض ب 26 يونيو 2020. وحصل جيسون ستيلم على أجر 13 مليون دولار عن دوره بفيلم هوبس اند شو من إنتاج شركة يونيفرسال يلي رح يطرح هالصيف ب 2 أغسطس. No way. This guy's a real ass.
أما ويل سميث فحصل على أجر 17 مليون دولار عن فيلم Bad Boys for Life من إنتاج سوني، والمنتظر طرحه ب 17 يناير من العام القادم. فيما تساوى روبرت داوني جونيور ودوين جونسون بالأجر، حيث تقاضى كل منهم 20 مليون دولار. فحصل روبرت داوني جونيور على هالأجر عن دوره بفيلم The Voyage of Dr. Dolittle من إنتاج يونيفرسال، ويلي من المنتظر طرحه بدور العرض ب 17 يناير من العام القادم. أما دوين جونسون فتقاضى هالأجر عن دوره بفيلم هوبس أند شو، وتصدر راين رينولدز القائمة بأجر 27 مليون دولار عن دوره بفيلم 6 Underground من إنتاج نتفليكس، ويلي ما تحدد موعد طرحه بعد. بعد الفاصل في عرب وود الليلة، ماذا تقول لبلبة ليسرى؟ مين ما يحبش يسرى؟ أنا بقى بيني وبين يسرى عشرة طويلة وسنين طويلة. قدرت خمس مسلسلات انها تتصدر جوجل وانها تحقق نسب مشاهده عاليه بعد مرور اسبوع على عرضها ضمن السباق الرمضاني، فهل هتستمر الاعمال دي في الصداره لاخر رمضان ولا هتتغير الامور لصالح مسلسلات تانيه؟ يا فندم احنا بنحارب شبح. انا الوحيد اللي اقدر انقذ ابنك. ابعد عن الباب! بيواصل أمير قرار السيطرة على المشهد الرمضاني للعام الثالث بمسلسل كلبش، الذي قلب كل موازين حياته الفنية وتصدر قرار ترند جوجل بشخصية سليم الأنصاري، وخاصة من بداية الحلقة الثانية للمسلسل والتي شهدت لقاءه الأول بوالدته هالة فاخر التي كانت تظن أنه توفى بعد محاولة اغتياله. شهد الجزء الجديد من كلبش كتير من الأحداث، أهمها استقالة سليم الأنصاري من عمله، وبعد ذلك يؤسس شركة أمن خاصة ويستمر الصراع حتى نهاية المسلسل. دي أسرع استقالة تتقبل في تاريخ الداخلية. ربنا خليك لنا باشا ودايما في ظهرنا جوه الشغل وبره الشغل. أما الفنانة دينا الشربيني فاستطاعت أن تغرد منفردة بمسلسلها زي الشمس، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وأشاد به النقاد، وبعد عرض الحلقة الثالثة تصدر العمل ترند جوجل لأكثر من حلقة، وخاصة في مشهد انهيار دينا عندما علمت بعلاقة شقيقتها فريدة بخطيبها عمر. أنت كده ليه؟ سمحتي ما تعمليش فيها في نفسك. طب أعمل إيه؟ طب أنا أسفة والله، طب والله أنا أسفة وحياة ربنا. وأيضا في مشهد آخر لدينا عندما تعرفت على جثة شقيقتها. فريدة؟ 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 فريدة أنا نور. أيضا تصدر أحمد السقا ترند جوجل بمسلسل ولد الغلابة، وتعاطف كتير من الجمهور مع شخصية عيسى مدرس التاريخ، والذي يعيش مأساة بسبب فقره، ومع تصاعد الأحداث بيعمل في تهريب المخدرات وتنقلب حياته تماما. لأول مرة بيجسد السقا هذا الدور ويعتمد على التمثيل بشكل كبير، ويبتعد عن الأكشن الذي اعتاد على تقديمه. بيشارك في بطولة المسلسل مي عمر ومحمد ممدوح. اللي جابني من ظهره كان راجع. كما تصدر محمد رمضان ترند تويتر في مصر وبعض الدول العربية بمسلسل زلزال، وجاء ذلك بعد عرض الحلقة الخامسة وبدء الصراع بين محمد رمضان وماجد المصري، كما تابع الجمهور المسلسل بشغف مع بداية ظهور حلا شيحة في الحلقات، وخاصة لأن الجمهور اشتاق لرؤيتها بعد غياب سنوات عن الفن. مين دي؟ يا ست وربنا ما أعرف. طب انت يفرق معاك حاجة لما تعرفي مين دي؟ هيفرق كتير. اطلع يا اسطى بوس ايدك، انا مش ناقص. مين دي؟ ومن الحلقة الأولى تصدر ياسر جلال الأكثر بحثاً في جوجل بشخصية أدهم لاعب المصارعة، والذي يلعب مباراة مصارعة مع صديقه الذي يجسدها اللاعب كرم جابر، وبتنتهي المباراة بإصابة كرم بالشلل، ومع مرور الأحداث بيظهر كرم ويطلب من ياسر أن يساعده في البحث عن ابنته لكي يسامحه. بيشارك في بطولة العمل حنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب.
واخيرا وصلنا للجزء الثاني من فقره نجم الاسبوع مع الجميله لبلبه. لبلبه النهارده هتتكلم عن مجموعه من الشخصيات اللي بتعتبرها مؤثرين في حياتها، وطبعا في مقدمتهم صديق العمر الزعيم عادل امام. خلصت الزبادي اللي بحطه على وشي، يلا روح هات علبه تانيه من تحت. زبادي ايه اللي بتحطيه على وشك يا ولية؟ ده انتوا هتشوفوا في نار جهنم. حد يرمي النعم كده؟ انا مش برميه، ده ماسك بينعم البشره، مش البشره دي برضو نعمه لازم نحافظ عليها. حبيبي عادل امام، مفيش غير عادل امام واحد بس. عادل امام شديد التميز، قد ايه بحبه، قد ايه بقدره. مشوارنا مع بعض طويل وعشره طويله سنين، انا بحبه قوي، ولما بشتغل معاه ببقى مستريحه وحاسه ان انا مطمنه واخدين على بعض. نبيل عبيد صديقة وست فنانة لها تاريخ كبير حافل بالأفلام المتنوعة، وأنا بحبها لأنها هي ذوق، وكانت يعني لما كانت والدتي تعبانة كانت بتيجي المستشفى وبتشوف والدتي وبتزورها، فمش بنسى لها الحاجات الحلوة دي. مش خلاص انتهينا من الرجلين؟ ما هو في ايه بعد الرجلين؟ ما هو حضرتك المشهد كده، حضرتك مش فاكراه ولا ايه؟ لا فاكراه كويس قوي. يعني انت مقدماه عشان توريني ايه، الرجلين ولا توريني وشك بيأدي يقول ايه؟ الصوره دي انا كنت بروح مهرجان كان وباخد والدتي معايا، فكنا في مهرجان كان وقابلنا فيه الله يرحمه عمر الشريف، وهو كان عازمنا على العشاء. فالصورة دي قبل ما نتعشى، لما تقابلنا هو كان بيحب ماما قوي وكان مبسوط مني قوي قوي، عشان أنا يعني أنا وأمي ما بنسيبش بعض وبنعيش مع بعض، لأن هو برضو كان مرتبط جدا بأمي. انت فين؟ راجي فين؟ أبو القوة يا جرجس، أبو القوة. نعيمة عاكف تجربة رائعة، كنا مع بعض في فيلم أربع بنات وظابط، وأنا كنت طفلة شقية، وكان أنور وجدي الله يرحمه مهتم بيا جدا، لكن أنا دايما كنت أتفرج عليها وأقول أنا نفسي لما أكبر أبقى كده. إيه حصل إيه؟ حصل عاد؟ مش عايزين عاد؟ ما لقوش عاد؟ يا أخي ماشي العاد! كان يقول لي يا بت. فبحبه مش ممكن أنساه، وكان يعني أنا كنت محظوظة إني اشتغلت مع مخرجين كبار، ومحظوظة قوي إن أنا اشتغلت مع الأستاذ يوسف شاهين الله يرحمه. حبيبة قلبي دي، مين ما يحبش يسرى؟ أنا بقى بيني وبين يسرى عشرة طويلة وسنين طويلة. أنا ويسرى اشتغلنا مع بعض تاني فيلم لها في حياتها اسمه ألف بوسة وبوسة، وبعدين بعد سنين 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 اشتغلنا مع بعض اسكندرية نيويورك مع بعض. كنت سعيدة جدا وأنا بشتغل معاها، ولقيتها يعني أنا ما حسيتش بيسرى اتغيرت، يعني زي ما ابتدينا في ألف بوسة وبوسة بنهزر إزاي وبنحب بعض إزاي، كنا في اسكندرية نيويورك برضو نفس الاندماج ده، وبرضو يسرى عشرة طويلة جدا وفي محبة بيننا. استنوا بكرة الجزء الثالث والأخير من فقرة نجم الأسبوع مع الجميلة لبلبة. مارينا الساحل الشمالي، عندي دوبليكس كده صغير
وجنينة كبيرة قوي والبحر قدامي. بحب أقضي أجازتي في مارينا لأن ليا ذكريات فيها مع والدتي وإخواتي. خلصت حلقة عربود الليلة وكان فيها انتظر المغني الفرنسي مارك لوفوان في مهرجانات جبيل الدولية في لبنان. ني بور سو بروند بار لا مان ني بور سو سولفي دو سول. فنانون يغيرون جلدهم في شهر رمضان. وحشتوني يا اولاد الايه. امل بشوشه في انتظار دولار بعد رمضان. دولار هو فريد من نوعه جديد كمضمون. احلام تفتح الباب امام غناء تترات مسلسلات رمضان. والله كثير كل الفنانين اللي بحبهم. مسلسلات تتصدر الترند في رمضان. ربنا خليك لينا يا باشا ودايما في ظهرنا جوه الشغل وبرا الشغل. لبلبه متهمه بسبب نبيل عبيد. نبيل عبيد صديقة وست فنانة. وبكده تكون خلصت أحداث وأخبار حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود وشكرا لمتابعتكم.